الآن طلبتنا الأعزاء راح ناخذ مثال آخر نوضح فيه كيفية إيجاد تايلور سيريز لدالة فانكشن أخرى. Example: find جيب the تايلور سيريز متسلسل تايلور for the function للدالة. الدالة مالتي شنو هي؟ f للإكس يساوينا 1 على x. إذا هذه الدالة اللي أريد أجد لها تايلور سيريز about حول الاكس يساوينا 1. سوليوشن نبي، طبعا احنا بالبداية ايش نجد؟ نجد المشتقات. بعد بدينا ايش نجد؟ نجد قيمة المشتقات عند الاكس يساوينا 1. يعني نجد المشتقات بالبداية بالدالة اف هاي مالتي، بعدين ورا ما اجد المشتقات نعوض بها الاكس يساوينا 1، وبعدين اعوض بالصيغة العامة المن لمتسلسلة تايلور. فإذا بالبداية بما أنه الدالة f of x هي شو يساوينا؟ 1 على x يساوينا، طبعا ال x إذا رفع من المقام إلى البسط أكيد راح يصير الأس مالتها سالب 1، يعني هنا أسها هي 1 ويصعد دي فوق راح يصير سالب 1. نجد المشتقة لهذه، راح المشتقة مالتها شو يساوينا؟ سالب 1 مضروب ال x بس سالب 2 ينزل دي جوا سالب 1 على اكس ترجع. المشتقة الثانية هذا ايضا لو نصعد اللي فوق يصير سالب 2، اشتقة راح شو يصير؟ راح يصير 2. ليش؟ لان عندي سالب الاس سالب 2 ينضرب في السالب 1 راح يصير 2، وعندي سالب 2 اطرح منها 1 راح يصير سالب 2، سالب 1 راح يصير سالب 3 ايضا تنزل جوا راح يصير 2 على اكس تكليف. وهذه تمثل لي ممكن تمثل لي 2 فاكتوريال على اكس تكليف. هسه المشتقة الثالثة راح يصير شنو؟ راح يصير سالب 4، سالب 4 نضيف 1 للأس، طبعا هنا راح يصير سالب 6 لان سالب 3 في 2 راح يصير سالب 6، والأس نضيف له سالب 1 راح شو يصير عندنا؟ سالب 4. تنزل لي جوا راح يصير سالب 6 على اكس اس 4، وهذه تمثل لي سالب 3 فاكتوريال على اكس اس 4. الى ان نصل انه ممكن انه نجد الصيغه العامه للمشتقه للداله اف اوف الاكس يساوينا 1 على اكس. ممكن انه نعرفها بالشكل التالي، يعني المشتقة k للدالة f عند الاكس طبعا يساوي انه سالب 1 اس k مضروبة في الk فاكتوريال على x اس k زائدا 1. اذا هذه يمثل الصيغة العامة للمشتقة من اوف اوف الاكس اللي هي 1 على x. الآن نجد قيمة هذه المشتقة، هذه ناخذ الصيغة العامة ونعوض بها بالواحد، لأن احنا قلنا about x يساوينا 1، إذا نعوض بالمشتقات بالواحد. فهنا هذه تنزل نفسها سالب 1 أس k مضروبة في الـ k فاكتوريال تنزل أيضا، يعني فقط أشيل الـ x وأحط مكانها 1 راح يصير 1 أس سالب k زائد 1، هذه تنزل نفسها على k فاكتوريال، لأن الواحد مرفوع لأي أس 1، فراح إذا يبقى المقام 1، يعني k فاكتوريال على 1، هاي k فاكتوريال، فإذا أصبح قيمة المشتقة للدالة f عند الواحد شو يساوي؟ يساوي سالب 1 اس كي في كي فاكتوريال. And this implies that، وهذا يدينا انه ذا تايلور سيريز، اذا راح يعرف فيها هسه تايلور سيريز بعد ما وجدنا المشتقات وعرفنا قيمة المشتقات عند الواحد، هسه الان راح نكتب الصيغة العامة لمتسلسلة تايلور ونعرف متسلسلة تايلور للدالة اف اوف الاكس يساوينا 1 على اكس. أبعد حول من؟ حول الاكس يساوينا 1، راح يكون معرفة بالشكل التالي 1 على اكس يساوينا اف اوف الاكس
ويساوي لنا اف اوف الواحد زائد مشتقة الدالة اف الواحد مضروب في الاكس ناقصا واحد زائد المشتقة الثانية للدالة اف عند الواحد على 2 فكتوريال مضروبة في الاكس. طبعا هاي هي الصيغة العامة لمتسلسلة تايلور. بمجرد شلت شنو؟ شلت الاي وخليت بمكانها واحد، بعدين هسه الدالة اف من عندي واحد على اكس، يعني اشيل كل اكس واحد بمكانها شنو؟ واحد. وايضا كذلك بالمشتقات فراح يصير هالشكل. طبعا بعد تبسيط هذا المقدار راح يكون عندي هذا المقدار اللي حصل عليه انه يمثل لي بهالشكل. هذا راح كتبناه بصيغه السمايشن، يعني بصيغه الانفينيت سمايشن بهالشكل. راح يكون سمايشن كي من زيرو من انفينيتي سالب واحد اس كي مضروب في الاكس ناقص واحد اس كي. هذه اذا هذا هو شنو هذا السمايشن للداله اف اوف الاكس. طبعا وهذا يمثل لي هو تايلور سيريز للداله واحد على اكس. الان نجي الاكسرسايز، هذا التمرين يعتبر واجب بيتي ومطالبين بحله وارسال الحل عبر جوجل كلاس روم او عبر الايميل ارسال حل هذا التمرين. في التمرين يقول find the Taylor series، اذا نجيب متسلسلة تايلور for the function للدالة f of x واحد على x. احنا حلينا هذا الواحد على x، بس هنا انتبهوا about يريد شنو حول الاكس يساوي لنا سالب واحد. احنا اللي اخذناه هسه بالمثال شنو الاكس يساوي لنا واحد اللي اخذناه بالمثال. المطلوب هنا بالتمرين ايجاد متسلسل نفس الداله بس حول اكس اخرى اللي هي اكس يساوي لنا سالب واحد. طبعا هذا الانسر هو اللازم يطلع لكم في نهايه الحل، هذا يعني هذا اللازم يطلع تطلع المتسلسله بهذا الشكل. أعزائي الطلبة شكرا لإصغائكم وأتمنى لكم السلامة والموفقية.